لوى الحرور منتخبات من السير الذاتية، وهي المجموعة الأولى للشيخ فهد بن عبد الله بن صالح الجراوي من إصدارات أفاق المعرفة. انتقى فيها الشيخ فهد السير الذاتية لما يقارب 150 سيرة ذاتية من كتب السير الذاتية والمذكرات والذكريات والصفحات والشذرات وغيرها من مسميات السير الذاتية، مثل الذكريات للطنطاوي وحياتي لأحمد أمين وماذا علمتني الحياة لجلال أمين وظلال من حياتي لمحمد رجب البيومي والأيام لطه حسين ومن سوانح الذكريات لحمد الجاسر وتباريح التباريح وشيء من التباريح لعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري والمذكرات لمحمد كرد علي ومذكرات غير شخصية لعبد الله كنون وذكرى عهود لأحمد حسن الزيات والعمر الذاهب لإبراهيم المازني وسيرة شعرية لغازي القصيبي ورحلة الفكرية لعبد الوهاب المسيري ومذكرات عبد الله البردوني وغيرها ما يقارب 150 سيرة ذاتية. كذلك وزعها في فصول هذه السير، وزعها في فصول وانتقى منها في فصول آباء وأمهات الطفولة والصبا في المدرسة الجامعة شيوخ وأساتذة مناصب ووظائف في مدارج التعلم في رحاب القرآن القراءة والكتابة كتب ومجلات التأليف والمؤلفات أعلام في حياة الأعلام حول العالم الشعر والشعراء الرواية بيني وبين أخوتي رفيقة عمري أيضا أبناء وبنات وبين التلاميذ أحوال وصايا ثم عصارة الأيام. فكما ذكرت هو كتاب جميل انتخب فيه الشيخ فهد بعض المقاطع والفصول والشذرات والانتقاءات الجميلة في فصول يعني متعددة، تكلم طبعا فيها كل شخص عن بعض سير حياته وفصول من سير حياته كما ذكرنا في فصول، فجزاه الله خيرا وكتب أجل.